ايش الباتش بروسيس؟ باتش بروسيس يعني انا عندي كميه معينه بدي اعملها من تفاعل معين او شيء معين بحطه، بكون في عندي كونتينر مثلا بحجم معين، بحط هذه المواد وبخليها يصير هذا التفاعل سواء كان كيميكال او فيزيكال، مش مشكله. الباتش بروسيس بخلص هذه الكميه، بخلص هذا التفاعل او هاي عمليه التحويل، وبعدين باخذ الاوتبوت منها. فعندي مثلا بيكون في تانك له حجم معين وعماله بده يصير في عمليه معينه هون، وهاي بتاخذ زمن معين، بده يمر هذا الزمن لحد ما تخلص العمليه هاي، وبس اخلص بعدين باخذ باخذ الجزء اللي بدي اياه من هون، بسحب منه وباخذه بعدين بعمل عمليه معينه. لما كان السيستمز باتش بروسيسز كانت السيستم داينامكس اقل بكثير من البروبلم، ما كانت مشكله كبيره. وعاده بنستخدم الباتش بروسيسز لسمول كوانتيتيز خصوصا اذا عندي ماني ديفرنت برودكتس. يعني عندي برودكت بدي اعمل اول شيء برودكت رقم واحد من الساعة 8 الصبح للساعة 10 الصبح، بعمل برودكت رقم واحد، بخلص منه بفضل هاي بنظفها مظبوط، بعدين برد بنتقل للعملية الثانية، باخذ البرودكت الثاني اللي بدي اعمله بخلص منه بجهزه وبحطه، ما بعرفش ايش انواع شامبو مثلا، انواع صابون، حسب ايش العملية اللي بدي اياها، برد بنظف هذا برد بحط عملية ثانية وعملية ثالثة وعملية رابعة. عادة بستعمله إذا عندي الكوانتيتيز سمول كوانتيتيز وإذا كان عندي برودكتس مختلفة. لكن هاي العملية حسوا في كثير ناس إنها بطيئة. بدنا نسرع هاي العملية وبدنا كميات أكبر. بدنا نمشي كميات أكبر. فانتقلوا للكونتينوس بروسيس. الكونتينوس بروسيس بكون في عندي فيد